الولاية تتوفر على 150 مركز موزع على مستوى كل دوائر الولاية. عدد المترشحين الذين سيجتازون في هذا المقر يبلغ 17191 مترشح، منهم 5000 و 60000، وكل الظروف تم تحضيرها قبل بداية الامتحان. جميع الظروف المادية كانت قد هيئت مسبقا، جميع الأمور كانت قد حذرت وبرمجت. وقوف السلطات المحلية وعلى رأسها السيد ولي الولاية، وكذا جميع المديرين التنفيذيين في كل القطاعات، في جميع القطاعات لمسايرة هذه الامتحان.